السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة تثبيت تطبيقات والالعاب بصيغة اكس اي بي كي. طبعا في كثير تطبيقات والالعاب ينتهي بصيغة اكس اي بي كي، فاذا انت تحمل هذا اكس اي بي كي تريد تثبته ما تقدر تثبته، فانا جايب لكم طريقة تثبيت بطريقة جدا سهلة. فاول خطوه، اول شيء تحت كل ما تحتاجه حتى تثبت اكس اي بي كي لازم تحمل هذا التطبيق. طبعا رابط تحميل هذا التطبيق راح بتحصله في وصف الفيديو. هذا التطبيق من خلاله تقدر تثبت التطبيقات اللي او الالعاب اللي ينتهي باكس اي بي كي، او يعني تطبيقات الاكس اي بي كي او الالعاب اكس اي بي كي من خلال هذا التطبيق تقدر تثبته. فطبعا حمل التطبيق هذا من رابط اس في فيديو. طريقه تحميل التطبيق جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على رابط التدوينه بتحصل رابط التحميل هناك، تضغط على الرابط بيوديك للصفحات الاعلانيه، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك مواقع التحميل وتحمل وتثبت التطبيق بالطريقه العاديه. طبعا هذا التطبيق مش موجود في جوجل بلاي، يعني لا تبحث عنه في جوجل بلاي مش موجود، فحمل من رابط اسفل الفيديو في التدوينه. بعد التحميل ناس ما تشوفون انا عندي لعبه ينتهي باكس اي بي كي، شوفوا ينتهي بصيغه اكس اي بي كي. اوكي الحين هذا التطبيق اذا نجي نثبتها ما يتثبت. اوكي مثلا التطبيق، اوكي نضغط على التثبيت، اوكي شوفوا ما يتثبت، شوفوا يعطي حدث مشكله. اوكي طريقة التثبيت جدا سهل. بعد ما تثبت هذا التطبيق، الحين كل ما عليك انك تضغط على التطبيق مرة يعطيك هنا خيارات، اضغط على التطبيق يعني فتح كتطبيق، اضغط على فتح كتطبيق، اضغط على التطبيق. اوكي الحين يعطيك هنا التطبيق اللي حملناه اللي ثبتناه، هذا هو التطبيق اضغط عليه. اوكي اضغط على هذا الزر بعد ما تختار التطبيق اللي حملته، اضغط عليه واضغط على انستال تثبيت. اوكي بعد ما تثبت خلاص الحين يبدا يثبت لك التطبيق. ناس ما يشوفون اضغط على تثبيت، هذا هو التطبيق ناس ما يشوفون اللي ما كان يتثبت، اضغط على تثبيت فخلاص الحين يتم تثبيت التطبيق اكس اي بي كي بالطريقه العاديه، كانك تثبت اي تطبيق عادي. اضغط على الداون خلاص تم تثبيت التطبيق. ناس ما يشوفون هذا هو التطبيق الحين ثبتته، وهذا هو التطبيق. طبعا هذا التطبيق يعني فيها العاب، يعني محاكي فيها مجموعه عدد كبير من الالعاب في تطبيق واحد، بس كان بصيغه اكس بي كي وحلينا المشكله وثبتنا اللعبه بالطريقه العاديه. بس هذا هو الشرح، شرح بسيط حبيت اشاركه معكم. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.